بيجي تشرين خليهن لا هنا وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا يا جان يا جان يا يا جان طير الحر الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام طير الحر الطاير من فوق الشام نزل عبر ديلاي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت هاي صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة وبصباح جديد إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير المحبة البركة لكل الناس وأكيد مثل العادة عم نطلع عليكم بالأيام الأخيرة من معرض الكتاب بدورته 31 واليوم ضمن حلقتنا رح نطلع أكثر عن الفعاليات والكتب المشاركة ضمن المعرض وأيام المعرض ولكن خليني أسلم على زينب صباحا يا زينب صباحك ليا يعني صباح البرد في كتير برود اليوم اليوم سقع مغير الجو أكيد نقول صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية ومثل ما قلنا يمكن الأيام الأخيرة اللي عم تشهدها مكتبة الأسد بمعرض الكتاب بدورته 31 ومثل ما قلنا أنه دايما في نشاطات وعم نسلط الضوء ببرنامجنا الصباحي على كافة الفعاليات والنشاطات وتوقيع الكتب وأهم المشاركات إن كانت محلية وإن كانت عربية اليوم بحلقتنا كمان في حصة كمان خاصة مع ضيوف مشاركين بمكتبة الأسد بمختلف النشاطات رح نشوف كل هالأخبار لكن أكيد رح نروح أول شيء ليا لوين؟ رح نروح لتاريخ اليوم اللي هو 21 أيلول وهو اليوم العالمي للسلام هاليوم وغيره من الأيام شو تشكل عبر الزمن خلينا نروح ونتابع سوا اليوم 21 أيلول عبر الزمن وسنين تسجلت كتير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرة هاليوم بمثل هاليوم من عام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا وفي عام 1843 تشيلي تغزو مضيق ماجلان ليصبح تحت سيادتها وفي عام 1991 استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي كما شهد 21 أيلول ولادة عدد من الشخصيات عام 1863 هايك كامرلينغ أونسا عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1913 وشهد 21 أيلول على غياب العديد من الشخصيات أيضا بمثل هاليوم من عام 1822 والتر سكوت كاتب رواية اسكتلندي وفي عام 1971 برناردو هوساي عالم فيزيولوجيا أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947 والحادي والعشرين من أيلول هو اليوم العالمي للسلام حسب الجمعية العامة للأمم المتحدة هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 21 أيلول نهاركم سعيدة أكيد
أكيد ليا بهذا الوقت اللي صار فيه كتير من التقنيات، كتير من العالم صاروا يفضلوا الكتاب يمكن الإلكتروني أو الناطق عن أسرع وأسهل أسرع وأسهل، ويمكن للأطفال أسهل بالاستخدام كمان. أكيد الفرق بين الكتاب الإلكتروني أم الكتاب المطبوع، شو العجوب وشو الإيجابيات والسلبيات؟ زميلتنا نرمين عمار نزلت على مكتبة الأسد وسألت أيضا الناس اللي عم يزوروا معرض الكتاب بدورته الحدود 30، ورجعت لنا بالآراء التالية. بين متعة تصفح أوراقه وطقوسه المميزة وبين ارتفاع ثمن الكتب وحجمها وضرورة توفر شروط خاصة للقراءة ضمن عالم السرعة والتكنولوجيا، هل نقرأ من خلال كتاب ورقي أو من خلال وسيط إلكتروني؟ ما الذي يجعل تجربة القراءة الإلكترونية واستخدام أجهزتها تحديداً مغرية بشكل ينافس قراءة الكتب الورقية؟ كاميرا الإخبارية السورية استطلعت الآراء. ما بننكر انه الكمبيوتر والسوشيال ميديا والبي دي اف اثر على معرض الكتاب، بس بيضل الكتاب الورقي انك تمسكيه بايدك له معزه وله شيء خاص، مثل العادات والتقاليد اللي ما بتقدم ولا الواحد بيكرهها قد ما مر عليها الزمن. الكتب الالكترونيه انه سهل حملهم اليوم، يعني واحد بيحطها بفلاشه او بالكمبيوتر تبعه وين ما يعني وين ما امتى ما حب يطلعون. البي دي اف يعني بتلاقيها بالوقت اللي بدك اياه والساعه اللي بدك اياها وجاهزه انه هي بين ايديك باللحظه اللي انت بدك اياها. الكتاب له طقوسه، له عاداته، له رواقه، له جوه، يعني انت ما فيك مثلا تكوني بسرفيس، او يمكن مجتمعنا ما بيتقبل هذا الشيء انه يكون بسرفيس وحامل كتاب بس ماسك موبايله وما حدا بيهتم فيك. انت قبل ما تنامي مثلا تفتحي موبايلك هيك تتصفحي شوي فيها وتنامي، اما الكتب بدك ضوء دائما، بدك تعدي قاعده ظابطه، يعني بتحسي اسرع يعني البي دي اف واسهل للتنزيل، ويمكن ممكن فيك تقولي اوفر كمان. الكتب بتضل الفكره يعني بالبال، ويعني بتكون هيك اوضح، بتوصل بتضل معلقه. انا هيك بحس اكثر دائما، هيك الشيء الملموس غير الشيء هيك الالكتروني. خف اخذه معي، بكون على الموبايل باخذه معي وين ما كان، اما الكتاب بتحسي صعب. هلا طبعا الكتاب الورقي هو الاساس باي شيء، فالكتاب الورقي نحن دائما بصفه معه لحتى يزدهر اكثر واكثر، ولكن طبعا اليوم ملفات البي دي اف او الكتب الالكترونيه هي كمان ايضا مساعده للقراءه، ولكن طبعا القراءه المريحه والقراءه الاسهل والقراءه الاكثر متعه هي الكتب الورقيه، فانا من جهتي بشجع الكتب الورقيه بشكل اكبر بكثير اكيد. بفضل الكتب الورقيه، بس في مشكله انه البي دي اف بينزلوا احدث شيء، فهلا انه بالوقت الحالي بفضل البي دي اف، بس الورقي اكيد له غير. بفضل الكتب العاديه لانه غير شعور بتحسيها، يعني انه تمسك الكتاب بايدك ويعني هيك تقراي انت يعني احسن من البي دي اف، وغير هيك انه بوجع العيون يعني النظر على الموبايل والتدقيق. الكتاب العادي لانه بخلي القارئ يتواصل بالقراءه وقت اكثر من القراءه، اريح للنظر. اما القراءه الالكترونيه على الموبايل بتنزل العيون اول شيء، ثاني شغله بمل الواحد هو عم بيقرا. ممكن تفيد انه في حاله البحث عن كتاب نادر الوجود او بعض الصفحات او هيك يعني مو اكثر. الكتب العاديه يعني بتحس بمتعه اكثر فيها بالقراءه، الواحد بيقدر يقراها انا بظن انه يعني بيلمس المعاني اكثر من الجوالات الالكترونيه. بفضل الكتب الورقيه اكيد لانه دائما فيك تحمليها وين ما كان. صحيح انه صار تطور التكنولوجيا تطور شيء انه هيك فيك تاخذي معك موبايل او شيء، بس بتضل القراءه عن الكتاب اريح وانسب للنظر، انسب للكذا، وهيك ممكن يعطيكي شرح مثلا ملخص مو موجود مثلا بالبي دي اف او هيك شيء. بين الالكتروني والورقي في القراءه والكتابه تنوعت الاراء بين مزايا وعيوب كل منهما، الا ان البعض يعتقد ان وجود شرائح مجتمعيه تقرا هي الاهم لتعود امه اقرا للقراءه. زميلتنا
زينب، واكيد نحن متابعين بتغطيتنا الدائمه لمعرض الكتاب بدورته ال 31، وتحديدا خلينا نروح لجناح الهيئه العامه السوريه للكتاب وزاره الثقافه يلي عم تشهد يوميا انشطه توقيع كتب. اليوم رح نروح لكتاب هو تقاليد الفقراء، تاليف بوغوس سنابيان وترجمه الدكتوره نورا أريسيان. نرحب بالدكتوره نورا، اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. صباح الخير، صباح الياسمين، صباح الكتاب، صباح الكلمه. يسعد صباحك دكتوره. يعني تقاليد الفقراء هي مجموعه قصصيه عم تلامس المعاناه اللي طالت الارمن ب 135 صفحه تقريبا. قد ايه اليوم مهم مشاركتك اول شيء بمعرض الكتاب، وخاصة أنه حتى نقول يعني معاناة الأرمن هي الملحمة، وحتى وجودهم اليوم بسوريا وهيك الوفاء لقضيتهم والوفاء للبلد اللي احتضنتهم، قد ايه مهم وجودكم اليوم بمعرض الكتاب؟ الحقيقة طبعا أنا أعتز بأنه كتابي اللي هو عبارة عن مجموعة قصصية وجزء من الأدب الأرمني المعاصر يعني نشر أو صدر عن الهيئة السورية العامة للكتاب لوزارة الثقافة، أنا أعتز بذلك. الاعتزاز الثاني حقيقة لأني شاركت بتوقيع الكتاب خلال فترة معرض الكتاب، مهم جدا. أولا يعني بالإضافة إلى كوني اختصاصية بالتاريخ الحديث، يعني استخدمت الجزء الآخر اللي هو المترجمة، يعني استخدمت وسيلة الترجمة لنقل هذه الثقافة التي تحدثت عنها، لنقل معاناة شعب أو تاريخ شعب. اليوم جمهورية أرمينيا اليوم تحتفل باستقلالها حقيقة، وتحية لجمهورية أرمينيا الصديقة اللي وقفت بمواقف قوية جدا مع الجمهورية العربية السورية خلال الحرب. لذلك مهم جدا عملية الترجمة. الترجمة هي حوار ثقافات، حوار تلاقي الثقافات، تلاقي الحضارات. يعني أنا شعرت بأنه دوري أيضا التجاسر بين الثقافتين، بين الأدبين، لذلك يعني اخترت هذه المجموعة القصصية من الأدب الأرمني المعاصر للكاتب البارز جدا في هذا المجال بوغوس سنابيان. نعم دكتورة، رح نحكي أكثر عن تفاصيل السلسلة القصصية الموجودة داخل كتاب تقاليد الفقراء، ولكن خلينا هيك نتعرف كيف بتتم عملية الترجمة، كيف اخترتي يمكن هي المجموعة، قدي استغرقتي وقت، يمكن في كتير تفاصيل انه اوكي منقرأ تأليف منقرأ ترجمة، ولكن يمكن ما منعيش هي التفاصيل مع المترجمة. حلو هذا السؤال، لأنه الكتاب يصل إلى القارئ مثل ما تفضلتي، لكن القارئ يعني احيانا لا يستوعب المراحل التي مرت بها لكي يعني تخرج بهذا المشهد الجميل، الكلمات والورق الى اخره. عمليه الاختيار بالنسبه لي يعني انا اصريت ان تكون الترجمه هذه المره عن الادب الارمني المعاصر، لا سيما يعني اللي بيعرف انه في ادب ارمني في الشتات غربي، الادب الارمني الغربي والشرقي. يعني حاولت أيضا أن أطلع القارئ العربي على هذا الأدب الأرمني الذي يلامس نوعا ما البلاد العربية، الوطن العربي مثل ما تفضلت الزميلة أيضا، يعني يلامس الأرمن الذين عاشوا في هذه المنطقة. لذلك هذه المرة كان اختياري بهذا الاتجاه، وخصيت بهذه المجموعة لأنها تلامس المعاناة أو تلامس يعني تفاصيل الحياة العادية التي عاشها الأرمن في لبنان والمنطقة. وبوغوس سنابيان معروف جدا في هذا الموضوع، كان رئيس تحرير وكاتب يعني واقعي جدا، واختار مواضيعه تفاصيل صغيرة بحياة اجتماعية، عائلة، امرأة تزوجت من غني، عائلة فقيرة، يعني إلى آخره من تفاصيل المجتمع الأرمني ككافة المجتمعات التي تعيش في هذه المنطقة. نعم دكتورة، حضرتك باحثة أكاديمية ومترجمة عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الترجمة، أسهمت بالكتابة للموسوعة العربية، خلينا نقول عن عدد من أعلام الأدب الأرمني. خبرينا اليوم عن تقاليد الفقراء، ليش اسمه تقاليد الفقراء؟ منين اجى الاسم؟ وشو المميز بهذا العمل؟ الحقيقة هو عنوان سلسلة كتب أو سلسلة مجموعات قصصية للكاتب بوغوس سنابيان، لذلك نحن حافظنا على العنوان بنفسه يعني لكي يأخذ رونق أكثر.
ربما احيانا الكاتب يعني لم يصل الى الفقير بالمعنى المادي، انما ربما للفقير بالمعنى الروحاني او بمناحي اخرى. الكتاب عباره عن 7 قصص، انا اخترتها من سلسله المجموعات القصصيه اللي صدرت باللغه الارمنيه في لبنان. 7 قصص تلامس يعني المجتمع الارمني الفترة الحرب، يعني أنا قاربت فيها بما عانوه في فترة الحرب، بمعنى أنه المجتمع العائلة في إحدى القصص عن طالبة من عائلة فقيرة، يعني المعلم ساعدها لكي يعني تعتز بنفسها ولا يعني يروح المنحة للفقر وإلى المعاناة. يعني هذا نوع من التشجيع، نوع من القصص التي يعني ترفع من المستوى المعرفي أولا، وأيضا تلامس الواقع أيضا. نعم دكتورة، كنا من شوي عم نسمع تقرير سوا عن القراءة الإلكترونية وأم القراءة الورقية. يمكن هلأ رجع الكتاب من خلال المعرض ورجع يمكن يكون بين إيدين كتير من الناس، ولكن لازم يكون في عامل جذب لحتى صبايا وشباب يشتروا الكتاب أو لحتى أي حدا قارئ يأخذ هذا الكتاب. خلينا نحكي شو هو عناصر الجذب يلي تقدر يمكن تفيد جميع الشرائح أنه يتناولوا كتاب تقاليد الفقراء. خلينا نبدأ من عندكم من الإعلام. يعني أوكي. أنا أعتقد الإعلام اليوم له دور كبير في ترويج الكتاب، في ترويج عن الكاتب، عن المترجم، عن الشاعر، عن القصص أو عن يعني موضوع الكتب بحد ذاتها. ويعني مشكورين جهدكم إعلاميا بهذا الموضوع في تغطية معرض الكتاب. هذا عامل جذب بالدرجة الأولى بالنسبة لي. الدرجة الثانية يعني خلينا نشوف نحن معاناة الكاتب، معاناة المترجم، يعني التعريفة المادية. يعني خلينا نشوف الأمور بمنحى آخر، بمنحى المادي. هل يا ترى الكاتب أو المترجم أو دور النشر حتى يعني راضية عن التكلفة المادية؟ إن كل هذه عناصر تساعد في إخراج الكتاب بصورة جميلة. أما القارئ، يعني شريحة الشباب معنيون بالبداية يعني في الاطلاع. اليوم صحيح الكتب الإلكترونية متوفرة ربما باللغات الأجنبية أكثر من اللغة العربية، ربما يعني ما عندي أنا إحصاءات كاملة، لكن اليوم الشاب أو الطالب الجامعي أو أي شخص يعني بالغ يعني ينبغي أن يتوجه إلى الكتاب. أنا من وجهة نظري الورقي له معنى خاص، نكهة خاص، نكهة يعني ملامسة الورق، يعني طريقة الجلوس المختلفة غير السليمة ربما، كل هذه عناصر. طبعا العنصر الآخر هو الإدراك بأهمية المعرفة بمواكبة. يعني اليوم معرض الكتاب يحمل كما طلعت أنا خلال الأيام الماضية عناوين بارزة، يعني الشاب يجب أن ينطلق أو بتصور يعني اللي أجا على المعرض خلال الأيام صباحا ومساء يعني ربما لاحظ هذا الإقبال، يعني الإقبال أولا على الكتاب الصادر حديثا، يعني هذا أيضا أحد العناصر اللافتة. يعني ربما لا تلفت نظره الكتب التي نشرت قبل 10 سنوات أو 5 سنوات، اللافت النظر هو الكتاب الصادر حديثا، العناوين البارزة حديثا. نعم دكتورة، زرتي معرض الكتاب، طلعتي على الأجنحة المشاركة، بشدك شيء معين كل سنة؟ خلينا نحكي يعني كمهتمة بالقراءة، بشدك شيء كل سنة؟ نشاط معين في ناس بتتابعيون إن كان كتاب عم بيوقعوا أو عندهم يمكن نشاط بالمعرض؟ طبعا يعني كأي قارئ نتابع الكتب الصادرة حديثا. حفلات التوقيع التي تمت خلال فترة المعرض أيضا عامل أساسي لشد الانتباه إعلاميا وشخصيا على المستوى الشخصي أيضا للاطلاع. معرض الكتاب بالإضافة إلى تواجد الكتب أو عملية البيع والشراء ربما هو ملتقى للكتاب، ملتقى للشعراء، ملتقى للمترجمين، وملتقى للقراء أيضا. لكن معرض الكتاب وزارة الثقافة يعني أبلت حسنا بتفعيل فعاليات أو نشاطات لها علاقة بالأفلام السينمائية، بالمعارض،
عرض الوثائق التاريخية الكتب النادرة الموجودة في المكتبة. كل هذه النشاطات يعني يجعل من المعرض مكان يرتاده الإنسان أو المواطن السوري. يعني أنا التقيت بأصدقائه من محافظات غير دمشق يعني للمشاركة في المعرض، فهو ربما نقول هو أولا مؤشر للنصر، مؤشر للنصر معرض الكتاب. هذا النشاط يعني تواجد هذا العدد الكبير من دور النشر يعني ومؤشر للنصر، يعني لولا الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري لما يعني عقد المعرض، لما تواجدت كل هذه الدور، لما أتى الطفل مع والدته ومع أسرته ليرى ما يعني ما صدر للطفل وللأسرة. حتى يمكن الأعداد يلي أجت تزور المعرض يمكن ضمن هي المساحة، ومثل ما ذكرتي التقاء القراء والتقاء الكتاب أيضا يمكن شيء بدل على انتصارات وشيء كتير مهم أنه هو موجود بوسط دمشق. دكتورة نوران، إحنا كتير نتشكرك وندعي كل العالم تحصل على نسخة تقاليد ألف قراء. شكرا كتير لك، شرفتينا. شكرا لكم، شكرا لوجودك معنا، وأكيد مندعي كل اللي حابين يطلعوا أكثر عن تاريخ الأرمن يقروا كتاب تقاليد الفقراء. شكرا لك. أكيد ليا يومياً عم يشهد معرض الكتاب توقيع كتب لإعلاميين ومثقفين وكتاب، والعديد من الحفلات عم تشكل بوابة للقاء الكاتب بقرائه. وقع أخيراً طبعاً الإعلامي حسين مرتضى كتابه تحت عنوان دروس من الحرب النفسية على سوريا، يا رسالة وتفاصيل. حاولنا في هذا الكتاب أن نسلط الضوء على أنواع الحروب، ما الذي تعنيه الحرب النفسية وما الذي تعنيه الحرب الناعمة، أين تستخدم الحرب النفسية وأين تستخدم الحرب الناعمة، لأن هناك لغط كبير لدى الكثير من الناس بأنه يعتبرون أن الحرب النفسية هي نفسها الحرب الناعمة. لا، هناك أساليب تستخدم وهناك شيء بعيد المدى. من هذا المنطلق أخذنا بعض الشواهد على ما جرى على الساحة السورية ووضحنا بأسلوب شبه أكاديمي لنستفيد جميعا من هذه التجارب ونستكمل، لأنه في المرحلة القادمة أعتقد بأن الحرب أكثر ستكون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون هناك تأثير أو محاولة التأثير على وتشويه الانتصارات التي حققها الجيش السوري. من هنا يجب علينا أن نواكب هذه التطورات لنعطي الصورة الحقيقية للواقع الموجود في سوريا. أهمية هذه المعارض وإقامتها هو إعادة الاعتبار إلى ثقافة المقاومة، مقاومة الفكر التكفيري في البداية، مقاومة الصهيونية والاستكبار العالمي، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في الشارع العربي والسوري بشكل أساسي من خلال يعني عدد كبير من الكتب والعناوين التي تخص القضية الفلسطينية ودور النشر الكثيرة التي روجت لهذا الأمر، بالإضافة إلى رصدنا لعدد كبير من كتب توثيق الحرب على سوريا كجزء من توثيق الذاكرة الشفهية للناس، توثيق سير الشهداء التي تعتبر تأريخ لهذه الحرب وتضحياتهم التي أدت إلى تطهير الكثير من الأراضي السورية وبسط الأمن عليها وإعادة الأمان إليها وحماية المدنيين. بعدنا متابعين بتغطيات الإخبارية السورية لمعرض الكتاب بدورته 31. احتضن المعرض مهرجان شعري اللي أقامته المستشارية الثقافية بسفارة إيران الإسلامية بسوريا بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب ومؤسسة المعارض الثقافية في وزارة الثقافة في إيران. تفاصيل أوفى من تبع بها التقرير لمراسلتنا ربا صالح. يا نفق الإرهاب الأخرق، أغلق فاك الفاغرة للموت مشاعا
منذ امتد عواء الذئب إليك تطاول ليل الريف، فكيف يغص النور بذاك الخندق؟ كيف تدور الرقطاء على خاصرة الشام فتشهق؟ نريد أن نقول من خلال هذا المهرجان إن الإرهاب الذي حاول أن يغتال الكلمة وأراد من خلالها أيضا أن يغتال الوطن، ها نحن نقاومه بالكلمة وهم أفراد جيشنا الباسل يقاومونهم بأجسادهم وبدمائهم وبيقينهم بأن النصر سيكون حليفنا. أشارك بقصيدة بعنوان أمي عن أم اسمها غالية فرحات من قرية في الجولان السورية، رفضت بديلاً من الهوية السورية وقاومت في مظاهرة قرار فرض هوية صهيونية على أبناء القرى المحتلة، فواجهت الاحتلال وتركت أطفالها في المنزل هذه الأم ونالت شرف الشهادة وسقطت شهيدة. الأدب بشكل عام من موتيفاته الرئيسية أنه يعمل أو يبحث عن التغارب ما بين الشعوب، عن السلام. فمشاركتي أنا مشاركتي بالذات يعني حضرت قصيدة بعنوان وطن غيبته أقوام الرماد حول موضوعة اليمن والأحداث وفي ظل الظروف. يعني من جوعهم نبتوا رغيفا حاضرا، ظنوا بأن الله منهم غادرا. من جوعهم نبتوا رغيفا حاضرا، ظنوا بأن الله منهم غادرا. وحي الخلاص بدا، وكل منهم تركوا على باب الغناء حناجرا. والخوف آخر ما تبقى من علامات الحياة، والخوف آخر ما تبقى من علامات الحياة. محل الوجوه مكابرا، فالموج آنسهم وخلف ثائرا، والصمت في فمهم تحول شاعرا. أن نحضر بهذه الأمسية بجانب معرض الكتاب على موضوع المقاومة، وأنا حضرت قبل عام أيضا بأمسية بحضور شعراء سوريا وبقية بلدان العرب، وسعيد جدا بحضوري هذا العام، وإن شاء الله أقدم نصوص أو قصائد حول سوريا وحول القدس. سأقدم قصائد وطنية وقصائد في حب الشام وفي حب القدس، وقصائد تنم عن دور الكلمة في مواصلة النضال بجانب الطلقة، وكما هو معروف أن الكلمة لا تنفصل أبدا عن، فهي في خندق واحد مع المقاومة. قد جئت من ألف للياء أكتبها، كل الحروف أمام القدس ترتجف، كل الحروف أمام القدس ترتجف. كم غادر الشعراء الرسم إذ وقفوا، ألقوا معلقة من بعدها انصرفوا. إن الوقوف على الأطلال ديدنهم، لن ينصفوا القدس لو دهرا هم وقفوا. ليا مكملين أكيد بالأخبار والتغطيات الصباحية طبعا لزملائنا. افتتح المعرض الدولي السادس للتعليم العالي والتدريب بمدينة المعارض بدمشق بمشاركة 46 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية وطنية عربية وأجنبية. هالشي بيهدف لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحته لجميع وفق معايير الجدارة وربط الجامعات بالمجتمع. تفاصيل مع ريم سليمان. كل
المشاركين بالمعرض هن جامعات حكومية وجامعات خاصة، وهي فرصة للطلاب أنهم يتعرفوا شو هن الجامعات الحكومية الموجودة والاختصاصات الموجودة، وشو هي بالإضافة للجامعات الخاصة وشو الاختصاصات الموجودة فيها. في كتير طلاب عندها لبس بهالموضوع، أنه هل يا هل ترى هالجامعات الخاصة هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي؟ نحن منأكد لهم أنه هي تحت إشراف وزارة التعليم العالي، ومنه بيتعرفوا على هالاختصاصات. بيبريخلي بالشوي ديليغاسي из Республики Беларусь на нашем стенде. نحن جينا مع وفد الجامعة 11 جامعة وفد بيلاروسي لنحكي عن التعليم هون عنا ببيلاروسيا، ولنكون دليل بوصلة للطلاب السوريين اللي بدون يطلعوا يكملوا دراسهم ببيلاروسيا. ستودينتف بودوشيخ из Сирии и других стран. اليوم الحقيقة الطلب عم يتزايد بسوق العمل على اليد العاملة السياحية والفندقية، ونحن هذه المشاركة بالنسبة لنا كتير مهمة للتعريف على مؤسساتنا التعليمية ومؤسساتنا التدريبية يلي بتتناول مختلف مجالات القطاع السياحي وموجودة معهدنا ومدرسنا في كل المحافظات. إضافة لهالشيء عم نقوم بدورات قصيرة تدريبية تخصصية في مختلف المحافظات. بالنسبة لنا مشاركة مهمة، مشاركة فعالة. بالنسبة لنا قطاع السياحي قطاع اقتصادي مهم، إن شاء الله رح يكون له دور فعال خلال الفترة القادمة. هي من المرة الأولى اللي نحن منشارك فيها بمعرض للتعليم العالي بالجمهورية العربية السورية، بل هي مشاركة يعني صارت بالنسبة لنا شبه روتينية، لأنه على مدى السنوات كل معرض للتعليم العالي في الجمهورية كنا عم نشارك فيه بطبيعة الحال. الجامعة اللبنانية الدولية هي لديها قرب جغرافي مع دمشق، يعني نحن بعدنا حوالي 45 كيلومتر عن دمشق مش أكثر. تضم الجامعة حوالي 400 طالب وطالبة من الأشقاء السوريين. شعار نكبر لنقرأ أكثر، وجدت مبادرة اقرأ كتابك في دمشق، والتي تعنى بنشر ثقافة القراءة ورفع الوعي. للحديث أكثر عن نشاطات ضمن معرض الكتاب دورته 31 بشكل خاص على الأنشطة الثقافية، بيسعدنا الرحب بالصيدلانية فخرية برمدة. أهلا وسهلا فيك، وحضرتك المديرة التنفيذية لمبادرة اقرأ كتابك، وأيضا محمد رامي السيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مبادرة اقرأ كتابك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني خلينا نبدأ معك فخرية ونحكي عن الهدف من المبادرة. شو هيك كيف انطلقت الفكرة؟ نحن تأسسنا ب1/1/2016، انطلقت إيمانا مننا بمبدأ أن نصنع اللي هو رسالتنا، أن نصنع أنا وأنت في اقرأ كتابك جيلا قارئ واعي نحو مجتمع أفضل. هدفنا ننشر ثقافة القراءة ونرفع الوعي. ليش؟ لأنه القراءة هي الحياة، القراءة هي شيء كتير أساسي، بدنا نعمل شيء أساسي في حياة الأفراد وفي حياة المجتمع. مو انه يعني القراءه ليست مجرد نزهه فكريه او خاصه هلا صار في مواقع التواصل الاجتماعي وصار في كثير امور سهلت تمام. يعني الاطلاع، فهون ضروره القراءه من الكتب كمان كثير مهمه. تمام، لذلك نحن بنشجع على القراءه من الكتاب. حتى عندنا الركن الاساسي ضمن المبادره يلي هو جلسه القراءه. بجلسه القراءه يلي هي في عده جلسات على مدار الاسبوع وتتكرر كل اسبوع، بهي الجلسه مدتها ساعه ونصف، بيحضر فيها حوالي من 10 ل 12 شخص. شو بنعمل بهي الجلسة؟ كل حدا جايب كتابه، من اقرأ كتابك، كل حدا بيجيب كتابه، بنقرأ بأول نصف ساعة، بعدها بالوقت المتبقي كل حدا بثلاث دقائق بيلخص فقرة أو فقرات من الشيء اللي هو قرأه، وهيك نحن بنتشارك مع بعض أفكار، وبنفس الوقت هي كتير بتعطي شحن إيجابي، يعني ما بتخيلي قد ايه بتعطينا طاقة، ويعني نحن مسمينا جلسة السعادة عنا. فهذا هو الركن الأساسي عنا بالمبادرة، لحتى نقدر إنه نحن نشجع وننشر ثقافة القراءة، وهي أكثر من إنه ليست ترف فكري أو نزهة أو شيء، لا هي شيء أساسي في حياة الشخص. فهد محمد صباح الخير. صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم القراءة بحياتنا، وخاصة يمكن لشريحة الشباب، عمر الشباب من المراهقة إلى الشباب شوي، خلينا نحكي كيف بتتم عوامل الجذب، نحن كيف بنجذبهم لحتى ينضموا لكم ويشاركوكم هاي المبادرات ويكون الكتاب رفيقهم؟
أو شيء يسعد صباحكم، صباح الخير زينة وصباح الخير ليا. هلا. بالنسبة للجذب هو بصراحة حط إيدك على الوتر الحساس بالمبادرة. مثل ما بنعرف كلنا أنه هو صارت القراءة من مواقع السوشيال ميديا مثل ما تفضلت زينب هو أسهل وأقرب ومتداول تحت إيد مباشرة. الجذب لعملية القراءة هي بيكون من خلال الجلسات نفسها، من خلال النقاشات اللي بتصير، ومن خلال نشاطات وفعاليات ترفيهية خلينا نقول، بالإضافة هي بتكون تنموية لحتى نخلق هذا الانتماء للكتاب. ما هو إلا المبادرة، يعني إحنا وقت بيكون هو منتمي لفكرة أنه أنا أمسك كتاب وأقعد، هذا الشيء مو سهل صراحة، لأنه كثير من صادفة هي الناس من وين رايح جلسة قراءة، بلا رايح تقرأ إيه، لأنه كثير مستهجن وغريب إنه مثقف وهيك شو عم بتساوي فلحنا هذا العامل عم نخلق له البيئة، عم نخلق له أنه حدا يفهمه، عم بتخلق له أنه يتداول الكتاب حتى أحيانا بأسعار مخفضة، يصير تبادل كتب، يسمع فكره اللي فهمه هو من هذا الكتاب، هذا لوحده بيعمل انتماء للكتاب، بيعرف انه انا حلول مشاكل اللي بعيشها يوميا فانا بلاقيها من ضمن الكتاب. انا ما احتاج كشاب ببدايه حياتي انه اروح الجأ لمين ما كان، انا ممكن الاقي الحلول من الكتاب. أكيد كتير مهم تبادل الأفكار، يمكن بتحمس شوية فخرية على قراءة حتى الكتاب، أنه فكرتك عجبتني أو تحمست للقصة فكان الكتاب. خلينا نحكي شوي كمان بهي الدورة الـ 31 لمعرض الكتاب، كان في نشاط خاص لكم مخصص مع دور النشر، خبرينا عنه شوي. تمام، نحن كان عنا عدة أنشطة ضمن المعرض هاد. عملنا أول شيء زيارة للفريق، لكل معظم الفريق اقرأ كتابك على المعرض. بنفس الوقت نحن تعرفنا على دور النشر، شفنا مواضيع الكتب الموجودة، واتفقنا مع بعض الدور انه احنا نعمل نشاط نتعاون معهم وحتى مع اتحاد كتاب العرب انه احنا نعمل شيء مشترك فيما بعد. فكانت كتير جولة حلوة ومثمرة، وان شاء الله بتشوفوا نتائجها بعدين. بنفس الوقت عملنا كمان نشاط اخر اللي هو نفس جلسة القراءة اللي سبق وحكينا عنها، جبناها لهون. يعني هي الحقيقة كانت جلسة قراءة امهات وابناء. في عنا جلسة قراءة بتجي الام مع الاولاد، فبنعمل جلستين قراءة بالاحرى، جلسة قراءة للأمهات لحالهم وجلسة قراءة للأبناء لحالهم، فكل حدا بيقرأ وبعد نفس الآلية اللي حكيناها بيلخص. إضافة على جلسة الأبناء بنعمل ألعاب ذكاء ومهارات أو ألعاب لتنمية المهارات، فعملنا هون كانت كتير حلوة جلسة القراءة. وكتير بعد رحنا عملنا جولة كمان، اخترنا كتب للأمهات وللأبناء وعشنا هيك بجو بين ثنايا الكتب وبعبق المعرض، فكان كتير حلو بصراحة يعني. نعم. محمد خلينا نحكي بتفصيل كتير عم نتطرق له خلال حلقاتنا بصباحنا غير، وهو انتشار الموبايل التاب والقراءة عن طريق البي دي اف أو عن طريق أي شيء إلكتروني بعدنا عن الكتاب. اليوم يمكن قديش مهم نرجع هذا الكتاب للناس البعيدين عنه، كيف فينا نحن نرجع نحيي من أول وجديد يعني؟ طيب شكرا لك، سؤال كتير مهم صراحة وكتير نحن يعني نشتغل عليه ومركز عليه بالمبادرة، اللي هو نحن مو مع الكتاب الالكتروني بسبب انه نحن عندنا فقر بانتاج الكتب الالكتروني بسبب ما في طرق دفع الكترونيه ممكن نحن تصير. فبالتالي اي كتاب بي دي اف او معظمهم 99.9% من الكتب بي دي اف هي ما هي كتب شرعيه، يعني بمعنى اخر انه هو كتاب وتم تصويره على السكانر وتنزيله، فبالتالي دار النشر خسر، المؤلف خسر، هو الشخص نفسه وقت عم بيقرا شيء هو مو دافع ثمنه، تختلف المتعة فيه، تختلف الطاقة فيه اللي هو حين سيشعرها من خلال قراءة هذا الكتاب. هذا من جانب. على الجانب الشخصي وقت أنا بمسك كتاب فأنا أحييت أو حركت أو لمست الجانب الحسي فيني، فصار في هذا الكتاب بعدين بينشحن بعد فترة بطاقتي، بصير بتأثر فيه بتفاعل معي. انتمائي لهذا الكتاب، شعور الحنينية لهذا الكتاب ما بيعرف إلا اللي جربه. فلحنا مو مع كتب البي دي اف بشكل عام. في ناس بتجيب التابلت، بتجيب الموبايل، بتقرا اثناء الجلسه، اتس اوكي، هو خياره يعني، ممكن هذا الشيء وارد. لحنا بننبهه انه انت هذا الشيء مو صح، انك انت بالتالي عم تاخذ شيء مو الك، فهذا حيرجع عليك مستقبلا، بالاضافه انه انت عم تاذي غيرك. يعني وقت عم شوف دور النشر لا يخفى عن كل المشاكل الاقتصاديه اللي عم يمروا فيها هلا دور النشر من حيث الطباعه وتكاليف الطباعه، وفوق هيك نحن نزيد عليهم انه هنا يطبعوا وما تنباع الكتب وانما تروح مجانا تقرا العالم. المؤلف شو صار فيه؟ المؤلف ما بقى يطبع، ما بقى يالف كتب مستقبليه. ليش؟ انه غير مجدي.
فهذه هي قصتنا مع الكتب البي دي اف. يعني بالنهاية دور النشر عم تشتغل عم تعمل جهدها، ونحن بنحاول قدر الإمكان نساعدهم بهذا الشيء إن شاء الله. أكيد. فخرية، ناقش كتابك كمان نشاط هو مرة بالسنة، خبرينا عنه كمان كيف عم بيكون. تمام، فعالية ناقش كتابك هيدا السنة صارت ناقش كتابك ثلاثة، هي بتصير كل مرة كل سنة مرة يعني كل سنة بتصير مرة هاي الفعالية. الحقيقة ناقش كتابك هي من اسمها أنه نحن بنختار كتاب واحد عنوان واحد، نتفق مع دار النشر على كتاب، فبعدها منصير منوزعه يعني على القراء، أو يعني نعمل مثلا أنه منشوف مين بده يشاركنا بهاي الفعالية فبنقرأه قبل بشهر. بعدها بهذا بيوم الفعالية شو بنعمل؟ بنقسم حالنا مجموعات مثل جلوبال كافيه، يعني كل مجموعة مثلا فيها 10 أشخاص ومعهم ميسر، بتناقشوا كل مجموعة لوقت معين بمحتوى الكتاب. بنفس الوقت بهاي الفعالية في بيكون فقرة مثلا إذا الكاتب موجود أو مدرب مجاله ضمن مجال هذا الكتاب، فممكن كمان أنه نحكي يصير في حوار مع المؤلف أو مع المدرب عن موضوع الكتاب. فهي فعالية ناقش كتابك، وهدفها أنه نحن نرفع الوعي ونزيد الوعي بموضوع الكتاب، بالموضوع اللي نحن تناقشنا فيه. كل حدا شو فهم كمان. تمام. فخرية، خلينا نحكي يمكن ضمن الجلسة كم شخص بتكونوا، يمكن شو بتصير معكم هيك مواقف انه حدا ما كان يقرا صار يقرا، حدا حب هي الفكره وصلها بطريقه حلوه، حدا يعني خلينا نحكي هذا التفاصيل. ضمن جلسه القراءه اللي هي الركن الاساسي، اول شيء بنكون بين 10 ل 12 شخص. هلا هي بصراحه بقول الركن الاساسي، وهي فعلا الدعامه الاساسيه عنا او جلسه السعاده. فكتير احيانا بتلاقي انه نحن بنجي من الشغل، او بيجي الواحد مثلا مضغوط بنهاره كله، فبيرجع بيجي بهاي الطاقة بينشحن من أول وجديد. فمنلاحظ أنه قديش هاي الجلسة لها فوائد. كيف كتير. تكون الجلسة؟ كل واحد ماسك كتابه، كل واحد ماسك كتابه وقاعد عم بيقرأ أول نصف ساعة. أحيانا بتصير فيها كأنه مقاطعات أو هيك فواصل، فينا نقول حدا بيحكي حدا بيمزح مع حدا، أو حدا مثلا تفاجأ بكتاب الثاني أنه واو شو عم تقرأ أو هيك. بعدها منلخص، كل حدا بيلخص بثلاث دقائق. فنحن شو أحيانا بيصير معنا ثلاث دقائق بتزيد، فنحن انه بدنا وقت بده يصير وبده يناقشوا الشخص بفكرته اللي عم يحكيها. واحيانا بيصير معنا انه نفس الكتاب بيكون مكرر صدفه بنفس الجلسه، فبتلاقي كل حدا لخص بطريقه مختلفه حسب خارطته. بنفس الوقت هلا فوائد هي الجلسه، يعني قد ما حكيت عنها بدنا نعيشها لحتى نحسها. هي الجلسه بتلاقي انه نحن من وقت ما بلشنا 1/1/2016 هلا في اشخاص كانت مثلا ما تعرف تلخص او يعني ثقتها بنفسها أقل، فصار هون بعد فترة بتلاقي الثقة بالنفس بتزيد، التلخيص بيصير مختلف كل مرة، الواحد الشخص بيزيد عنده تقنيات التلخيص. بنفس الوقت القراءة يعني تخيلي قديش بتضيف على الإنسان، بصير هو لحاله مبدع، بصير لحاله بيلاقي حلول لمشاكله ولتحدياته. بصير بيعرف شو بده. يمكن فخرية بوقت نحن يمكن في عنا جيل ضايع بين السوشيال ميديا وبين فعلا الكتب الحقيقية. محمد، نشاطات كتير عم تقوموا فيها، منها نشاط الفيديو إن كان بالعربي وبالإنجليزي، نشاط مهم جدا كمان بدور الأيتام، القراءة بدور الأيتام، نحكي عنهم شوي. طيب، بداية الركن الثاني عنا بالمبادرة اللي هو نشاط الفيديو اللي بصير أسبوعيا، إن كان فيديو الإنجليزي ولا إن كان فيديو العربي. الفيديو هو عبارة عن جلسة بيكون دعوة عامة فيها مفتوحة تقريبا بحدود 25-30 شخص، فبيتم عرض فيديو تنموي لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق. هذا الفيديو هو لمدربين عالميين، وكل أسبوع بتناول مدربين تنمية بشرية، مدربين تنمية بشرية أو أخصائيين مثلا تربية، أخصائيين نفسيين. هذا الفيديو كل أسبوع بتناول جانب من جوانب الإنسان العشرة، جانب المهني المادي الروحي العلاقات التربية و بس يخلص الفيديو، الفيديو شغلته انه هو يطرح افكار. فبيكون في ميسر للجلسه بيصير هو بيطرح الافكار اللي انطرحت بالفيديو وصير نتناقشها. كثير اوقات بنطلع ما بنتوافق مع المدرب، واوقات بنطلع بافكار جديده ناس تذهل انه معقول في هيك، انا كنت طول عمري حامل فكره غلط وهلا اكتشفت انه هي الفكره مو صح. فبالتالي جلسه الفيديو فيها رفع وعي عالي جدا، بيتم بجو من احترام الافكار. كتير هي مهارة مو كل الناس تكون موجودة عندها، أنه أنا أحترم رأي الآخر حتى لو كان هو مخالف عني. فكتير أنه بيطرح رأي مخالف، أوكي هات رأيك بحترمه، أنا رأيي هيك. فهاد بتنمو مع الوقت. بنفس الوقت هو فيديو الإنجليزي، فيديو الإنجليزي من منتجات الرائعة عنا، والكتير عم بتلاقي إقبال من الشباب يلي عم بيجربوها.
كلياتنا بنحب نكون عندنا لغه انجليزيه قويه، ولكن مو دائما بتكون دوره اللغه الانجليزيه هي دوره فعاله او هي بتشد الشخص بتفيدك بحياتك. فبالتالي بجلسه الفيديو الانجليزي نفس فيديو العربي ولكن باللغه الانجليزيه، فهون حققنا هدفين. الهدف الاول اللي هو رفع الوعي اللي هو رساله المبادره، بنفس الوقت هو اللغه الانجليزيه. يعني كثير شفت صبايا وشباب من اللي بيحضروا جلسه فيديو الانجليزي فقط كانت لغتهم بالبدايه يمكن طول الجلسه يقعد يطبق جمله واحده ويقولها وخلص، ما يحكي شيء بس عم بيسمع. بغيب فتره برجع بحضر الجلسه بلاقي هو يبلش يناقش، بلش يحكي علما هو ما اخذ على اي دوره. فهي من الفوائد المباشره على الشخص، غير النتائج الغير مباشره هي بوعيه وبعلاقاته وبتعامله مع نفسه مع الاخرين. نعم سيد محمد، سيد فخريه، نحن كثير بدنا نشكركم وشكرا للمبادره الحلوه اليوم، حبينا نسلط الضوء عليها وندعي الكل ينضموا لكم لحتى يقروا اكثر ويتبادلوا الكتب ويعيشوا اجواء ثقافيه غير شكل. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لدعمكم، شكرا لاستضافتنا برنامجكم. شكرا لوجودكم معنا. اهم شيء انه اهم هدف كمان تقبل الافكار والاراء اللي هي مساحه الحوار الهادفه اللي نحن كلنا بنسعى لها بين هذا الجيل. شكرا لوجودكم. شكرا لكم، اهلا وسهلا. اكيد ليا بهدف المساهمه برفع معنويات الاطفال المصابين بالسرطان، اقامت الجمعيه السوريه لعلاج سرطان الاطفال نشاط ترفيهي بعنوان فرح الاطفال. تفاصيل مع احمد صادق حلب. بهدف المساهمة في رفع معنويات الأطفال المصابين بالسرطان، أقامت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال CCS نشاطاً ترفيهياً بعنوان فرح طفل. حفل مهم للأطفال، أنا بعتبره هو حتى العلاج، العلاج ما ضروري يكون أحياناً دواء أو علاج كيميائي للطفل، حتى الألعاب، تقديم الألعاب للأطفال، فرحة الأطفال هي جزء من العلاج النفسي. حتى علاج للأهل، الأهل لما بيشوفوا أطفالهم عم بيلعبوا ومبسوطين بهيك موضوع، حتى علاج نفسي للأهل. نشكر الجمعية جهودها جبارة بمعالجة الأطفال برعايتهم. هلا نحن جمعيتنا بتأدي خدمة لأطفال مرضى السرطان طبيا بالشكل العام، حاليا عم نأمن كل الجرعات بإذن الله لكل الأطفال. تقريبا هي السنة يعني في شيء خطوة جديدة رح نقوم فيها اللي هي العلاقة بالتعليم. أطفال مرضى السرطان بحاجة للدعم التعليمي بسبب وضعهم الصحي، فهذا هاي السنة في شيء جديد رح يكون هو لموضوع التعليمي. الجمعية بتقدم كافة الأدوية والجرعات من حديثي الولادة للفئة العمرية المستهدفة، من حديثي الولادة ل 18 سنة. كافة الأدوية والجرعات رديفين غير متوفرة في المشافي الحكومية، والأدوية الرديفة الالتهابية والصادات بتقدم كافة التحاليل النوعية والدورية غير المتوفرة بالمشافي، إجراء تصوير طبقي رنين، أشعة، صور أشعة بسيطة. إحنا اليوم جمعنا الأطفال لنعطيهم روح من المعنوية، نشاط ترفيهي هو جنب الجرعات، يعني برعاية طبعا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لحتى يتغلبوا على هذا المرض. طبعا هو الدعم النفسي يعني كتير مهم للأطفال. وضم النشاط 120 طفلة من أبناء الجمعية وذلك في نادي الحكمة العائلي، حيث تخلل النشاط توزيع الهدايا على الأطفال والعديد من الأنشطة الترفيهية، كما شهد النشاط تفاعلا كبيرا من الأطفال. مبسوطين نحن بالجمعية وعملت لنا نشاط ترفيه ونحن كثير كويسين، تصلنا عن المرض ويعني قوينا عليه. الجمعيه يعني الله يعطيه العافيه تقدمنا كل شيء يعني كل شيء بتقدم لنا اياه. وبحسب القائمين على الجمعيه بانه من المؤكد وجود 33 حاله شفاء تام بين المصابين و64 حاله قيد الشفاء، علما ان الاطفال المصابين مسجلين في قيود الجمعيه تجاوز 618 طفلا من مختلف المحافظات السوريه. كل طفل ببلادي نعلن إصرار وتحدي وعن ألم منتصرين وعن ألم منتصرين. خلينا نروح إلى حلب، حيث أقام اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع النادي العربي الفلسطيني فعالية تخللت عرض فيلم تسجيلي بعنوان المطران الفدائي عن حياة المطران كبوجي. التفاصيل مع مراسلنا بحلب أحمد صادق.
تحت عنوان المطران الفدائي افتتح الفيلم التسجيلي الذي يتناول حياة المطران هيلاريون كبوجي برعاية اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع النادي العربي الفلسطيني. كبوجي هو رجل دين مسيحي سوري ولد في حلب عام 1922 وأصبح مطرانا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1955. كان كبوجي من سكان القدس الشرقية حيث كان أعلى شخصية كاثوليكية عربية، وتبين أن المنصب الديني الذي تقلده لم يمنعه من الخوض في مجال تهريب الأسلحة للمقاومين الفلسطينيين، وكذلك لم تكن تشكل رادعا للاحتلال الإسرائيلي ولم تمنعه من سجن الفدائي لسنوات طويلة. هذه المناسبة مناسبة عزيزة على قلب كل إنسان عربي حر، مناسبة تخص مطران القدس الفدائي الفلسطيني هيلاريون كبوجي. هذا المطران البطل الذي كان يزود المقاومة الفلسطينية بالأسلحة رغم العصابات الصهيونية التي كانت تراقبه. بهالأمسية هي جايين للنادي الفلسطيني العربي لنحضر فيلم وثائقي عن حياة ونضال المطران المناضل هيلاريون كبوجي، ومتشكر طبعا النادي كل الشكر الجزيل لهم للفتة الكريمة اللي بيقوموا بها. هيلاريون كبوجي شخصية حلبية سورية عربية قومية مناضلة، ضحى كثيرا بحياته في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وقضى بالمنفى ما يقارب من 40 عاما خدمة لقضايا وطنه وقويته. الفيلم اليوم بدنا نعرضه هو العرض الثاني او الثالث تقريبا في مدينه حلب، بيحكي عن حياه المطران هيلاريون، يعني تقريبا منذ الولاده في حي العزيزيه في حلب، مطران مدينه حلب، الى حين وفاه المطران. طبعا في عندنا وثائق هامه جدا بتنعرض فيها، وثائق نادره يمكن تعتبر ارشيف هام، فيها رسائل المطران من داخل سجن الاحتلال الوجهه للقاده العرب، في إضرابه عن الطعام، في كمان لما قبل المطران مطار اللد أرض فلسطين قبل ما يطلع على الطائرة وسبب رعب للإسرائيليين في لحظة نزول على الأرض. سنوات طويلة من الصمود والمقاومة عاشها المطران كبوجي، سنوات من التضحية والبطولة السورية سطرت في صفحات التاريخ السوري لتعلن دائما وأبدا أن الشعب السوري عاشق للحياة، وأنه والشعب الفلسطيني وحدة مصير ومقاومة. متابعين أكيد بتغطيتنا لفعاليات وتوقيع الكتب يعني عم تصير ضمن معرض الكتاب بدورته 31 بين إيدي كتاب اسمه سقوط الرداء، حبر سقوط الراء، سقوط الراء حبر الحرب والحب للكاتب دوريد أكرم زين، ورح نتعرف عنه أكثر ورح نحكي عن هالكتاب أكثر ولمين متجه، لأنه أنا هيك شوي طلعت عليه شفت دمشق 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 كل الوقت. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مبروك الكتاب. الله يبارك فيك يا رب. يسعد صباحك عن جديد. صباح الخير. يعني سقوط الراء بين الحب والحرب كتير شيء مهم واحتجناه بفترة معينة نحن بسوريا، ويمكن هي رسالة لكل العالم. خلينا نحكي شوي أنت عن مضمون الكتاب، شو الرسالة أو الهدف اللي أنت هيك انطلقت منه؟ يعني هلا باختصار نحن بحالة حرب بسوريا، كل إنسان منا كان عنده ساحته اللي عم بيحارب فيها، يعني كان سواء بالعمل أو بالجبهة أو بالكتابة، ككتاب كشعراء أو مشاريع شعراء، خلينا نقول انه كانت الحبر هو سلاحنا، القلم هو السلاح اللي لازم نحن نحارب فيه، نكون الصف الثاني ورا الجيش ورا بواسل الجيش. فسقوط الراء يعني الحرب، الحبر، الامور المتعلقه فينا ككتاب، الكلمتين اذا اسقطنا منهم الراء بيضل الحب. الحب هو كان سلاح السوريين بهي الحرب للحفاظ على سوريا. طبعا سقوط الراء حبر الحرب والحب صدر عام 2015، طبعت الثانية هي السنة وشارك بمعرض الكتاب.
مضمون الكتاب كانت عن حالة العشق والحب اللي عاشوها السوريين خلال الحرب. يعني كنت عم حاول انه جسد انا او اخذ فلاشات لمشاهد الصمود تبع السوريين عن طريق الحب. دمشق تكررت كتير طبعا لانه هي المدينة اللي الحب عبر الازمنة ارتبط فيها. الحرب كانت إلى وجود كبير أو محاربة الحرب أو صمود في وجه الحرب كان إلى وجود كتير بدمشق. كانت أغلب القصائد بتحكي عن دمشق وعن حالة الحب اللي عاشوها السوريين ضمن دمشق خلال سنوات الحرب. تمام استاذ دريد، نحن يعني ما بدنا نحكي أكثر، ولكن إيصال الفكرة يمكن من خلال هلأ هيك اطلاعي على السريع كانت بكلمات كتير حلوة ومعبرة، فينا نسمع شيء منها؟ طبعا فينا نسمع شيء. طبعا ببداية الكتاب أنا عودة لموضوع دمشق كتبت أنه في دمشق نحن لا نموت، نحن في دمشق نحن لا نموت، نحن فقط نتعسر بأسباب الحياة لنسقط نحو السماء. يعني ارتقاء بدمشق نرتقي. هلأ فينا ناخذ هيك فلاش صغير من شيء كمان باب توما شفته تماماً. كمان باب توما وباب شرقي هن المناطق اللي ارتبطت بالسوريين بالشباب بحب الحياة. يعني كنت قد وعدتك، خبأت لك في جيب المدينة قصيدة أخيرة، لكن القذائف التي سبقتك بحثا عنها كانت كثيرة، كثيرة جدا لدرجة أنها جاوزت بأعدادها وعودنا الدفينة. لم تكن الحواري تنوح، كانت تخيط جيوبها لعابرين جدد سيتركون فيها قصائدا جديدة وعودا جديدة وموتا جديد. هي إحدى الفلاشات فينا ممكن كمان نشوف شيء مرتبط بدمشق وبحواري دمشق. عندما قبلتك في غفلة عن جدران المدينة كنت أدفع لله زكاة صمودي، كنت أنتظر بفارغ الحب أن يكافئني الله بعشرة أمثالها، لكنه أخطأ بين قبلتي والرصاصة التي عانقت الجدران. كافأني والمدينة بألف اخترقت قلبي الذي أحبك. الله لا يخطئ، نعم كلما أراده أن يبادلني الأدوار يكون أنا فيقبلك وأكون هو فلا أقتلك. كتير حلو. قدي أخذ معك هذا هاي الكتابة لطلع هالكتاب؟ يعني قدي استغرق الكتاب وقت؟ هلأ استغرق وقت عمليا. أنا كنت عم بستعد لأصدار مجموعة بال2015 أو بال2013 تحديدا، مجموعة شعرية عن الحب والغزل. دخلنا بالحرب، بلشنا مثل ما قلت لك هي ساحة حرب، فبلشنا نكتب عن الحرب وعن الوضع. فاستحق سقوط الرأي بال2015، استحق أنه يكون الإصدار الأول. أجلت المجموعة الثانية، هي حاليا قيد المعالجة للطبع. يعني سقوط الرأي يعني له علاقة كتير حميمية، هو أنا بسميه أنه أول أيام حياتي بعد الموت افتتحته بي عندما كنت حيا. إنسان خلينا نقول كلياتنا عشنا ظروف الحرب وعشنا كلياتنا كنا محاربين، كنا بسواء بظروف عملنا. طبعا بهي المناسبة بحب وجه تحية لجنود الجيش العربي السوري ولعمال الشركة العامة للمخابز اللي هني كانوا الصف الثاني اللي أنا زملائي بالعمل. كان عنا كتير ساحات حرب عم نحارب فيها، كان الكتاب احد هي الساحات اللي عم نحارب فيها. واحد استحق يعني. والكلمات الحلوه والمعبره يمكن هي رسالة. بتجسد اصلا مشاعر صحيح. عشت فيها وقدرت توصل للناس. استاذ دريد نحن كثير بدنا نتشكرك. كانت الكلمه نعم تماما. انا بدنا ندعي العالم اكيد بمعرض الكتاب موجود سقوط الراء حبر الحرب والحب لسيد دريد زينو. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا ومبروك الكتاب وان شاء الله هيك لكتب ثانيه. شكرا لوجودك معنا. اما هلا ليا رح ننتقل للاستديوهات الاخباريه السورية مع الزميل صفوان علي للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية. يسعد صباحك صفوان. صباح الخير زينب، شكرا جزيلا لك. إذن موجز بأهم الأنباء لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم. يواصل إرهابيو جبهة النصرة اعتداءاتهم على نقاط قرب ممر أبو الظهور بريف إدلب لمنع الأهالي من الخروج من مناطقهم. وذكر مراسل الإخبارية أن الإرهابيين منعوا المدنيين من الخروج إلى المناطق الآمنة لليوم الثامن على التوالي بغية اتخاذهم دروعا بشرية في المناطق التي ينتشرون فيها بمحافظة إدلب. تستمر ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي، حيث أقدمت مدعومة بطيران الاحتلال الأمريكي على اقتحام بلدة ذيبان بريف دير الزور الشمالي الشرقي، وقتلت 2 من المواطنين واختطفت آخرين ضمن حملات ما يسمى التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها. استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء جنوب العراق. خلية الإعلام الأمني العراقية قالت في بيان إن حصيلة انفجار العبوة الناسفة داخل سيارة قرب مدخل مدينة كربلاء ارتفعت إلى 12 شهيدا و5 جرحى. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الدول المشاركة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي ستعقد اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ظريف بعد وصوله إلى نيويورك سيكون لدينا اجتماع بشأن الاتفاق النووي على المستوى الوزاري يوم الأربعاء القادم. وفي خبرنا الأخير، استقالت نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون لتضيف إقالة جديدة إلى سلسلة استقالات موظفي ومسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واكتفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان بالقول إن تومسون ستغادر منصبها دون ذكر أسباب وملابسات الاستقالة، مضيفا سنفتقد معرفتها وخبرتها وصفاتها القيادية. ختام الموجز، والآن عودة إلى الزميلة زينب وليا في برنامج صباح نغير. شكرا لك زميلنا صفوان علي. أكيد موجز الأخبار انتهى ورجعنا لنتابع صباحنا ومن حارات دمشق القديمة لي أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ لمسقط العمانية، حيث شق الطبيب السوري سامي المسالخي طريقه بمجال طب الأسنان بعد أن تخرج بجامعة دمشق. تفاصيل أكثر مع مراسلنا بيع سلطنة عمان سومر العلي. دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ إلى مسقط العمانية. شق الطبيب السوري سامي المسالخي طريقه في مجال طب الأسنان بعد أن تخرج من جامعة دمشق، واكتسب الخبرات اللازمة لينقل ما تعلمه لأبناء الجالية في المغترب عبر فتح عيادة الأسنان السورية التي كبر بها طموحه وعمله لتصبح من أشهر العيادات بين السوريين والعمانيين والعرب المقيمين. تخرجت من جامعة دمشق سنة 2003. من جامعة دمشق طبعا معروفة بعراقتها، معروفة بتخريجها للطلاب بكل المجالات ما شاء الله، يعني وين ما بنروح نعرف جامعة دمشق، نقول لهم خريج جامعة دمشق بيعرفوها انه جدا قوية الحمد لله. بلشت حياتي المهنية من بعد التخرج بسوريا، بعدها بفترة انتقلت لسلطنة عمان. العيادة السورية هون جذبت كثير من الاخوة العمانيين، حتى جذبت الاخوة السوريين وجميع جنسيات العرب. قدرنا نتميز بفضل رب العالمين بالجودة، بالشغل، بالاسعار، حتى صرنا مشهورين ومعروفين الحمد لله. سمعة الطبيب السوري لا تقتصر على مجال محدد، بل تمتد لهذا المجال الحساس لدى الناس والذي يحتاج لدقة وخبرة في معالجة المرضى، وهو ما كان حيث حصل على شهرة واسعة نظرا لما يقدمه للمرضى من علاج متميز. طبعا أنا جيت العيادة السورية اليوم مو أول مرة، تقريبا ثالث أو رابع مرة، ونفس الشيء من أهلي يجيوا العيادة يعني، وعرفت عن طريق عن العيادة عن طريق أهلي أصلاً. الدكتور سامي سمعته ما شاء الله ممتازة، وعلاجه زين وسريع وفاهم شغله يعني. دكتور سامي بيقدم خدمة جيدة جداً جداً، فهمني؟ فأنا بالنسبة لي مش هنظر للأسعار أو الأخر، وأعتقد عن خصومات كتير جداً موجودة على الفيسبوك والإنترنت والأمور دي كلها،
بس الخدمة مميزة تمام، بالإضافة لحاجات تانية زي ضمانة الحاجة اللي هو بيعملها، يعني تحس الدكتور أنت بتتكلم معاه اللي هو واثق هو بيعمل إيه. طبعا الهدف الرئيسي أنه نرجع لبلدنا نأسس فيها شغل، هذا منا كل واحد منا يكون ببلده يأسس اسم له ببلده ويرفع اسم بلده فوق برا السلطنة وضمن سوريا، وقلنا الفخر أنه نحن سوريين. نجاح المشروع والخبرة التي يكتسبها الدكتور سامي يوما بعد آخر يجعلانه فخورا بما يقدمه كطبيب سوري مغترب، حيث أنه يطمح أن يعود لنشر ما اكتسبه طوال السنوات في الغربة ومعالجة السوريين في المستقبل في المدينة التي نشأ فيها. الإتقان والتفاني في العمل سمة مميزة للسوريين عموما، وهو النهج الذي يحاول أن يتخذه الدكتور سامي. سمر العلي، الأخبارية السورية، مسقط. وبفقرتنا الأخيرة لليوم رح نضوي على موهبة بعمر صغير قدر يثبت حاله وحبه لآلة الجيتار، قدر يوصله لعالم كتير مهم وقدر يخليه يتفوق حتى بين يعني أبناء جيله بمعهد صلحي الوادي. رح نحكي أكثر مع الطفل مدحت. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ منيح. صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك يا مدحت. خبرنا أول شيء هيك، كيف بلشت الموهبة عندك وليش اخترت الجيتار؟ أنا وصغير كان بابا يجيب لنا جيتارات غرشة صغيرة، ياسات صغيرة يعني، كنا نعزف عليهم ندرب عليهم هيك سماعي، وبابا كان يطالع لنا معزوفات على النت، وهيك حبيت آلة الجيتار وبلشت فيها بصلح الوادي. بلشت بالمعهد لأنك حبيتها من وراء والدك. يعني مدحت مو بس بيعزف، مدحت متعلم السولفيج كمان. خلينا نحكي قديش مهم يمكن تطور حالك إن كان سولفيج أو حتى تتعلم آلة تانية مرافقة للجيتار. بتحب يعني بيكون أحلى ما؟ طب مدحت خلينا لك نسمع شيء. شو بدك تسمعنا يا مدحت؟ معزوفة اسمها لاروبيا. يلا. شكرا كثير مدحت. اليوم عندكم مشاركه بالمركز الوطني للفنون البصريه ضمن حفل اوركسترا الجيتار بمعهد صلح الوادي، كلنا هيك شو راح تشارك؟ مشاركتك انت.
نحن في أكثر من عزوفة رح نعزفها من أكثر من بلد، مثلا في من أوروبا، في من أفريقيا، وفي من سوريا، وفي من كتير بلاد كمان يعني بمناسبة يوم الجيتار العالمي. حلو. أوركسترا الجيتار كلكم رح تقدموا شيء هيك كلكم سوا، حكي لنا كيف عدتوا تدربتوا هيك؟ تدربنا كتير بصلح الوادي وكمان بالمعهد اللي رح نقدم فيه الحفلة بقيادة الأستاذ يزن جراجة طبعا. طب يزن أنت متفوق بدراستك بالمدرسة وبالمعهد كمان، حكي لنا هيك وشو حابب هيك، شو حاطط طموحاتك لبعدين؟ حابب تكفي بالموسيقى؟ ايه وحابب تصير عازف مثلا الجيتار ان شاء الله يا رب. اكيد بنشوفك بالعالميه. بدنا نوجه تحيه اكيد لوالدك ووالدتك يلي هن موجودين معنا اليوم، اجوا رافقوك. احكي لنا كيف بيدعموك، مين بيشجعك اكثر شيء؟ واذا قصرت بدروسك وهيك هربت صرت تعزف جيتار، مين بيعيط عليك اكثر حدا؟ ما حدا بيعيط علي لانه انا بسال اهلي مثلا وقت اتضايق بالجيتار بالدراسه مثلا وقت من يتنفس بالجيتار ايه بهديني يعني مثلا فش خلقي انه هيك فش خلقك بالعزف. طب فش خلقك هلا سمعنا شيء غير هدي يلا غير وحده شو هي هاي؟ nothing else matters. يلا شكراً. برافو. طيب خلينا نحكي شوية مدحت، لما هيك تشوف رفيقه بالجيتار بتحب تطور حالك، عشو بتسمع أكتر شيء؟ كيف بتطور حالك؟ كيف بتسمع أكتر شيء؟ شو الموسيقى اللي بتحبها؟ بتحب تسمعها الإسبانية الأجنبية؟ أكتر شيء صراحة الأجنبية والرايقة، الرايقة وأحيانا الأكشن شوية. هل في منافسة مع رفقاتك؟ تحب تكون أنت المتفوق بيناتهم؟ ولا بتحب إنه يكون تكونوا فرقة؟ لا، في إحنا بنضل حتى لو تنافسنا بنضل فرقة ونضل رفقات يعني. أحيانا بنتنافس مين رح يكون مثلا الأول، مين رح يكون أشطر بيناتنا يعني هيك. مدحت يمكن بلشت حديثك انه البابا صار يفرجيك فيديو، صار يجيب لكم جيتارات، صرت تشوف على الانترنت مقاطع كثيره من عزف الجيتار، بس يمكن مين اكثر حدا هيك معلق براسك او بتحبه اكثر حدا بتتمنى انه انت توصل له؟ هو استاذي وسيم غرياواتي، هو اكثر واحد قدوه لي وبحبه اكثر واحد بين بعرفهم بيعزف الجيتار يعني.
أكيد يا مدحت، نحن بنتمنى لك التوفيق اليوم ضمن أوركسترا الجيتار العالمي بمعهد صحي الوادي، إن شاء الله بتحققوا هيك مراكز كثير مهمة، وأكيد إن شاء الله بنشوفك أهم عازف. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك يا مدحت موفق، وإن شاء الله هيك يا رب نشوفك بالعالمية بعزف الجيتار، وشكرا كثير لك. لهون زينب بنكون مع مدحت وصلنا لختام مشوارنا الصباحي اكيد من معرض الكتاب دورته 31. يعني اليوم معظم الناس عندهم عطله، اليوم سبت، ففيكم اكيد تيجوا تزوروا معرض الكتاب. وعم نشوف الوفود بلشت تيجي الى المعرض. بالنهايه بدي اتمنى لكم ان شاء الله يا رب يوم مليء بالخير والبركه والمحبه، وشكرا كثير لكل المتابعين، وشكرا لك يا زينب. شكرا لك لي، واكيد بنقول لكل الناس مثل ما قلتي يتجهوا لمعرض الكتاب بدورته 31. اسعار كتب مغريه وعروض كثيره وتوقيع كتب لاهم الكتاب والاعلاميين بتلاقوهم ضمن طبعا صفحه مكتبه الاسد اللي عم تعلن يوميا عن نشاطاتها. بنتمنى طبعا يوم مليء بالحب والنشاط والدفى مع العيله، بكره يكون كله نشاط. تابعونا الساعه 1 بالاعاده بالليل، ما قدر يحضرنا. ضل بالف خير وباي باي. باي باي.